اللي نرحب فيها كمشاهدين المحرس والعروس. ايوه تعرفي يا شيماء، مساك الله بالخير. يعني ما شاء الله من كثر الاصوات وكذا، احنا دائما في حفله، دائما في اعراس جميله، وبدينا بزفه المعرس والعروس، والان العروس سوف تتجه الى الجمل ان شاء الله ويتم زفها مع المعرس باذن الله. خلال هذه الحلقه يا رب تقضوا اجمل اللحظات معنا، تتعرفوا على العادات والتقاليد الجميله التي تخص ولايه صحاب. انا من الولايات الجميله بمنطقه الباطنه، واللي تتميز بالكثير من المقومات وخاصه المقومات السياحيه التي تبرز هذه الولاية للعيان، وأيضا مكانة جميلة من ناحية التاريخ والفنون الشعبية وما أكثرها معانا في حلقة هذا اليوم. أعزانا، من كثر الفرق الشعبية ما شاء الله يمكن احنا ما قادرين نقدم اليوم يعني بالتقديم المعتاد اللي نقدمه من كل ولاية. هذه كلها من الفرحة يا عبد الله. طبعا من فرحة ولاية صحار، لكن ايش رايك نبقى مع رقصة شعبية وبعدين نقدم الفيلم إن شاء الله؟ إذن أعزائنا، الفيلم ولاية صحار راح يأتيكم إن شاء الله بعد هذه الرقصة، وخاصة زفة العروس.
إلى مجموعة من الحرف والمهن القادمة من ولاية صحار. ومثل ما شايفين هنا أول هذه المهن المهن البحرية وهي صناعة تأخذ لها يوم بيومين تعتمد على زور النخيل. يعطيك الصحة والعافية. ومثل ما شايفين هنا أيضا أعزائنا المشاهدين معنا مجموعة من الشباك وبعض الصيادين يقومون بالجميلة وخاصة عندما يوجد الصانع. حياك الله. الله يحييك بارك الله فيك. وسهلا فيك. هذه الأدوات كلها موجودة هنا. هذه من أكثر شيء أكل. وهذا جواز نسمى بهن. نسمى كل وسمه. شايف إني بعد قنفذ بعد.